أهلا بكم، أنا لارا حبيب. اليوم رح أحكي عن الفرق بين الفاليو ستوكس أو أسهم القيمة والجروث ستوكس أي أسهم النمو. هي باختصار طريقتين مختلفتين للاستثمار في انتقاء الشركات المدرجة. هناك مستثمرون يفضلون شراء شركات النمو أو الجروث ستوكس، وهي الشركات التي نتوقع نمو في إيراداتها وأرباحها بشكل أسرع من غيرها في السوق. عادة ما بتوزع أرباح، بل هي بحاجة أن تعيد استثمار الأرباح لتسريع النمو في أعمالها، وبالتالي العوائد يلي مفترض أن تحققوها من الاستثمار في أسهم النمو هي عند إعادة بيعها وليس من التوزيعات النقدية. عادة تقييمات أسهم النمو مثل مقررات الربحية بإيريشيو أو سعر السهم كنسبة من المبيعات وغيرها من النسب تكون مرتفعة. من أشهر أسهم النمو هي شركات التكنولوجيا. من ناحية أخرى، الفاليو ستوكس أو أسهم القيمة هي شركات مفترض أنها عم تتداول على أسعار أرخص من قيمتها الحقيقية، وبالتالي بتكون مقررات الربحية أو سعرها لقيمتها الدفترية متدنية وعادة توزع أرباح. ولكن أي طريقة استثمارية هي الأفضل؟ أسهم النمو قد تكون أنسب للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر أكبر ولفترة أطول، لأن التقلبات صعوداً وهبوطاً كبيرة في أسعار هذه الأسهم، وبما أن تقييماتها مرتفعة فهي معرضة لتصحيح أكبر في أسعارها إذا لم تستطع الشركة تحقيق خطط النمو المتوقعة منها. أما أسهم القيمة فهي أفضل للمستثمر الأكثر تحفظاً، لأنها تعطي عوائد متكررة وأسعار أقل عرضة للتذبذبات الكبيرة. وإذا كان الاستثمار في أسهم النمو يحمل مخاطر أكبر، فهل فعلاً أعطى عوائد أعلى في السنوات الماضية؟ مؤشر S&P 500 Value الذي يضم أسهم قيمة مثل Bank of America, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway أعطى بالمتوسط عوائد سنوية في آخر 5 سنوات حتى نهاية شهر أغسطس 6%. هذا نقارنه مع عوائد سنوية ب 17% لمؤشر S&P 500 Growth الذي يضم أسهم النمو مثل Apple, Microsoft, Google وأمازون. أما عوائد مؤشر S&P 500 وهو المؤشر الأكثر شمولية بقياس أداء البورصة الأمريكية ارتفع 12% بالمتوسط سنوياً خلال نفس الفترة. وإذا اطلعنا على الأداء في العام 2020 الصورة واضحة بشكل أكبر، وخاصة مع الارتفاعات الكبيرة بأسهم التكنولوجيا بعد أزمة كورونا. S&P 500 Value خسر 11% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس. S&P 500 Growth كان أداء أفضل بكثير إذ ارتفع ب 25%، أما S&P 500 فقد ارتفع ب 8% فقط خلال نفس الفترة. إذن أسهم النمو هي الرابح الأكبر في الفترة الماضية، ولكن الفارق في تقييماتها مع أسهم القيمة هو الأعلى منذ سنوات عديدة. فالسؤال الأهم الآن، هل الفترة المقبلة ستشهد قيادة أسهم القيمة لارتفاعات السوق، خاصة أنها عادة تستقطب اهتمام المستثمرين في فترة التعافي الاقتصادي؟ ذلك باختصار سيعتمد على سرعة تعافي الاقتصادات من أزمة كورونا.